واحد السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير، نتمنى لكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الظروف يا رب. واليوم على طلب على المشاهدات كانوا طالبوا مني داك البلا اللي كنت ديالي في خويره، درتو شي جوج مرات وهذه في راس العام، ودرتو داك النهار ملي كان عندي الضياف وطلبوه مني، قالوا لي شاركيه معنا. وانا اليوم على حسب طلبكم الحبيبات الحبيبات انا جيتكم بهذا البلا ديال الفخوي، غادي نشاركو معكم دقه بدقه ونوريكم التفاصيل كيفاش كيتصاب، وعلى بركه الله وبسم الله. اول حاجه عندي هنايا الليمون اللي هو نافيل، يعني كما تنقولوا في المغرب نافيل. عندي شي خمسه الحبات ولا سته. عندي شويه ديال الماندارين، يعني ما كيحتاجش شي فروت اللي كثيره، ولكن متنوعه، خاصها غير تكون متنوعه، كلشي على تكون متنوعه. عندي الماندارين، عندي هنايا الرمان، عندي جوج حبات، عندي التفاح الاحمر، التفاح الاخضر، عندي جوج بعويدات، عندي هنايا المانجو حتى هما يا جوجات، عندي جوج اناسات، وعندي نص كيلو تاع الفريز، وعندي هاد فروتا دي بوسكو، ما عرفتش اش كيقولوا ليه في المغرب، ولكن يعني على هذا الشكل هذا، نتمنى يكون تيبان لكم على هذه الطريقه هذه. وعندي جوج اناصات، ما عرفتش قلت لكم في اللبن ولا نسيت. وعندي هاد الكاكي، الكاكي وانتم كل كيدير داك الفروت اللي عنده، ماشي مشكل، غتكون هذه اناناس ضروري. الفريز التزيين حتى هو خاصو يكون، ولكن غير هو دابا ماشي وقته، كيتباع شويه غالي وهذه، ولكن ماشي وقته غير التزيين وهذه، واخا غير دوك الخمسه الحبات سته ماشي مشكل. اما هاد اللي فخوي داكشي اللي عندكم على الراس والعين ماشي مشكل، خاص تكون هذه ولا خاص تكون هذه ولا هذه، داكشي اللي عندكم ممكن تزينوا به. وخاص يكون حتى الكيوي حتى هو، الا كان عندكم مع الكيوي خضر تيعطي حتى هو يا واحد اللون في البلا ديال الفخوي. غير انا بحكم ديال الزوج ديالي عنده الحساسيه ديال الكيوي، ما كنجيبوش كاع نهائيا وما كندخلوش للدار، هذاك الشيء علاش. وعلى بركه الله نبداو نصوبوا في البلا ديالنا. التفاحة غنشدها غندير ليها هكا، يعني كنضرب في الوسط ديالها هكا هكا، كنحاول نشرح معكم مزيان باش ندير شويه باش تشوفوا الطريقه هكا. ايوا البنات سمحوا لي، لان البارح ملي كنت كنصور معكم كنت هازه ايدي هكا، ملي كنا كندير المونتاج لقيت راه التفاح ملي كنت كنوريكم الطريقه كيفاش تقطع كنت هازه ما كيبانش. ايوا دابا عاد وليت عاودت معكم، غنعاود معكم التفاحه واخا غير وحده نوريكم كيفاش. دابا كنجيو التفاحه هكا، دير ليها هكا، شوف بحال الضربات هذه، هكا الضربات كتحيد، لان كنت هازه ليدي الفوق وحتى كنديروا المونتاج عاد لقيت بلا ان راه ما شاداش هاك. كنعاود نضرب ثاني ضربه اخرى، كدوري معاه هكايا حتى كتحيد، وكتعاودي الاخرى حتى هي كدوري معاها دوره اخرى هكايا حتى كتحيد. اويلي ريان قال لكم اويلي على هذا الشكل. ها هي دابا راه باينه زوينه، ريان شد عليها مزيان باش تبان مزيان، لان البارح ما بانتش. هاكا شتوها كتجي هاكا، وهذه يعني الا كنتو دايرين كيوي ولا دايرين شي نوع تاع الفروت اخرى، لان حتى الكاكي حتى هو ملي درتو راه ما بانش، لقيت في الاخير حتى هو ما باينش في الفيديو. هاكا كتجيو للوسط وكتضربوا ضربه حتى كتدخل حتى لداخل هكايا هكا، يعني هذا غادي نديرو عن زيدو في الفيديو ديال البارح هكا. كتمشيو معاه مع التفاحه كلها هذه بالطريقه تاع كيوي ولا تاع كاكي هكا، لان الكاكيات اللي كانوا عندي غير جوج درتهم البارح، كيوي كما قلت لكم ما درتوش على هذه الطريقه، وهادو كتمشيو بهم هكا تزينوا بهم حتى كيكمل الفيديو. وداك الفروت اللي كانت شاطت ليا كلها درت بها العصير، درتها في هذا البيمبي، يعني راه دار كيطحن حتى الزرع تيطحنوا.
جا عصير زوين هكا على هذا الشكل. ايوا نتمنى دابا نكون شرحت لكم لان البارح ما بانتش، دابا ها هي على هذا الشكل هكا. ايوا الى اللقاء. ندير هذه حتى هي هكا، وهذه غنقسمها من الوسط. الطريق غنحطها جانبا وغنعمل الشكل الاخر حتى هو ندير له هكا. نتمنى تكون تيبان لكم ونكون تنشرح لكم مزيان. هاد البلا كيجي زوين، كيجي يعني ديال العراضات، ماشي ديال عتكون بوحدكم وديروه. وحتى الا بغيتو شي نهار تبرعوا راسكم غير بوحدكم، علاش لا؟ يعني التفاحه كنضربها في الوسط وكنبقى غادي وكنقطع فيها. كحبه كنبغى تفوتني، شوف فين تندير معكم شي فيديو راني تنكحب لها الطريق. وهاد الحمراء غنقسمها من الوسط ديالها، يعني كل وحده كيف كديروا ليها التزيين ديالها هكا. نتمنى يكون يبان لكم مزيان. كنبقاو غاديين بها حتى كنكملوهم كلهم، كل وحده وكي كنديروا ليها. يعني الاخرى قطعتها ممكن هذه تقطعوها في شكل لاخر والاخرى ديروا ليها هكا، يعني نتوما الاختيار ديالكم هكا. غنحط من جانب هذه حتى هي غندير ليها نفس المشكل. وهاد الطريفات البنات اللي كيشيطو راه ممكن ديروهم عصير، ديرو بيهم شي حاجه، ديرو بيهم عصير يجي واعر. جمعوا كاع الفروت اللي غتشيط اللي غتقطع باش حتى حاجه ما تطيح. كنديروا ليهم هكا على هاد الشكل، نحطها جانب. وممكن هذه حتى هي ندير ليها كيما درت لديك الخضراء، غندير ليها حتى هي هكا باش يجي منوعين. حاولوا تقطعوا ملي تقطعوها تضربوا تتوصلوا لعند الاخرى باش ملي كتحلوها كتحل كتجي على هكا. هذه حتى هي غندير ليها نفس المشكل هنايا في الوسط، حتى كنوصل عند الاخرى باش ما نطولش عليكم الفيديو. غنبقى مره وحده نوريها لكم وحده الحي. على هذا الشكل اوكي. الليمون البنات غنقطعو هكا هكا، كنقطع كل وحده على ثلاثه على هذه الطريقه. غادي نضربو غير في النص ديالو، ما كنقطعوش حتى هكايا. وغنحطو جانبا جانبا هكا على هذا الشكل باش ملي كنديرو في داك السوبر كيجي زوين، كيجي باين على هاد الطريقه، كيجي باين كي لا نوحلو في السوفيرة. عندما تنهضر معكم وتنوري لكم على هذا الشكل هكا، يعني غير النص ديالو. وانتم ممكن ديروا اي فروت عندكم. هيا ملي كملتهم هذوك غادي نمشي دابا الاناناس، غنجمعو نديرو في طريسيت. الاناناس غتنشوف ديك اللي عندها الورقه الخضراء غنخليها تزين، اللي عندها الورقه الخضراء غنخليها تزين، غير هي غنحيد منها هاد العروش اللي مهرسين اللي بحال هكايا.
كاع البلايص اللي محروقين اللي ما زوينينش، هو تحاولوا ملي تغيو تاخذوا اناناس خذوا الاناناس اللي كيكون عنده كاع الورقات خضرين زوينين هكا. نشتعوا جاي نبقى فيها مشكل فاش الو راه غنحاول نضربها ماشي من الوسط وماشي غنضرب عليها هكايا، يعني كنفوت الوسط واحد شويه وكنضربها نيشان ندخل تقطيعه قاده على هذا الشكل. وهنايا البنات هذا غنحاول باش غيوقف ليا فواحد الصوبيره القاطو غير من تحت واحد شويه، لان هذا هو المهم في داك البلا. غنحاول نقطعو هكا نخويه من الداخل كل نتوما خويو كيما بغيتو، كل يدير الطريقه اللي تجي ساهله. غادي ناخذ واحد العاشق غنحط جانبا حتى هذا غادي نزين به، يعني ما غادي تلاح منه حتى شي حاجه، حتى هذا غادي نحاول نزين به. ما لقيتوه شاد عاودوا ثاني ضربوا، عاودوا ثاني يقطعوا كاع داكشي اللي فيه داخل. غسل يديا يكون جدار الوسط كيبقى شاد. هذا كله غنقطعو غنزين به حتى هو، ما غادي نضيع حتى شي حاجه وما غادي نلوح حتى شي حاجه. ومن بعد ما خويتو البنات غادي نشد نقطعو هكا هكا ضربوها الضربات بحال هكايا. هذا الشكل كتبعوا كامل كتضربوا واحد جوج سنتيم ولا ثلاثه. ها على هذه الطريقه باش ملي غادي نحط فوق منه واحد الزلافه غادي يتشد. انا دابا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير له، غنخليه جانبا وغادي نقطع هذا ومن بعد هذا نشرح لكم هذا كي غادي ندير له. راني غاسله هما البنات وقاداهم يعني جم غسولين جم هو كيبغي الموس ماضي في هاد الاناناس كيبغي الموس ماضي. عطاكم على الضربون ديال صبيعاتكم ها الضربون ديال يدياتكم لا نقطعو هكا. غندير ليها هكا مقطعه من الوسط وغادي ندير ليها هكا نحيد ليها هاد الجهه الفوقانيه. وهادي غندير ليها هكا وهادي غندير ليها هكا وغندير ليها عود ديال السنان عود ديال السنان عود ديال الشوا ديال الشوا وغنشد على هاد الطريقة. غندير فيه هاد الوحدة ديال الميرتين لي هكايا وغنحطو جانبا نو تنكملو عياش من جانبا. غندير هكا كيما كتشوفو على هاد الشكل وغنحطو جانبا وغندوز لاخر تا هوايا نقطعو تا نفس المشكل. مع المسمار اللي كيسبقني كنديرو ليها هكا
هذه تقطعات مع البصمات دي قطعها انت. يا مريم دابا غادي يحشمني مع المشاهدين ديالي، ولكن ماشي مشكل طنط ملي غادي ندير له العود تاعو بغيت قايده الا كانت مقطعه ولا مشي ويلا تقطعت ندير له هكا ونحطه جانبا. ايوا انا دابا غادي ندوز نسيت خلي حيد البعويده تاع هيايا نفس المشكل. هيا خديت على البارحه الفروت قاصحه هي قد ما كانت شويه رطبه تكون احسن. ما ممكن تقطعوا الطريقه اللي بغيتوا، اللي عنده شي شكل ديال التزيين ولا عنده شي طريقه مولف تيديرها يديرها، كل كيدير على حسب طريقته. عندك ضرب يدي يا ناري انقطع صباعي مع الموس مضيته مزيان قبل ما نبدا مضيته. هاد الشكل تاع هيايا يعني كيما درت التفاحه درت هذا غنحطها هنا جانبا. نتمنى نكون كنوضح لكم مزيان. الليمون هذا ولا المندرين يعني داكشي تيبقى على حسب كل طريقته. انا غادي هذا نديرو في الاخر حتى هو غير التزيين داكشي اللي متوفر عندكم وعلى حسب الفروت اللي كتكون واجده. حيت دابا هاد الوقت كاين غير البعويد والليمون والمندرين وكاين البنان والاناناس، هذا هو الفروت اللي موجوده في هاد الوقت. اشوفوا شحال ما بقيت درت الفيديو والله العظيم مع الخدمه وهذه ما بقيتش درت لي فيديو قفومي ولا فافي خاصني دابا على الله كنتعلم مع شحال من يوم ما بقيت درت الفيديو. كون كان في الصيف تيكون العناب كيكون الدلاح تيكون البطيخ تيكون هذا غيجي داكشي واعر يعني غيجي زوين لبنان. اما دابا كاينه الخضره محدوده راكم عارفين مع البرد وما كايناش حتى الشتاء وهذه الخضره قليله بزاف. ايوا على بركه الله غندوز دابا لهاد الفراغوله. الفراغوله كتشدوها حتى هي هكا للتزيين. انا غنوجد كلشي وعاد غنبدا نزين معاكم. كديروا لها حتى هي هكا يعني غادي نضربوا فيها تفلحوا فيها هكايا تجيو حتى الوسط تضربوها الضربه ونحطها جانبا. حتى هذه ندير معاهم نوريكم كلهم. دير لها بحال هكا بحال الوريضة على هاد الشكل. إوا هانا تنكملهم كاملين وهانا معاكم. البنات انايا الفريز جا صوبتو باش بلا ما نبقى نطول عليكم راه وريتكم الطريقه كيفاش كيتقطع باش كيجي بحال الشكل تاع وريده. درت فيه هاد ميرتيلي
لو كون كان الوقت ديال العناب كديري عنبه كحله، عنبه بيضاء، عنبه كحله، عنبه بيضاء، ولا حتى الفريز، ولا كاع انواع ديال هاد الفروت اللي كتكون بحال هكا صغيره كيجي غزال. ولكن دابا ماشي وقت العناب، قلبت عليه البارح في السوبر ما لقيتوش لا العنب البياض ولا العنب الكحل، يعني اكتفيت غير بهاد المرتيلي. والفريز حتى هو راه قليل دابا ما كتلقايش فيه في السوبر لان دابا ماشي وقته، ودرتهم على هاد الشكل في هاد الشبيكه باش ما يتخسروش تنرجع تنحتاجهم ونوصل ليهم. ايوا ها هو هاد الطريقه باش درتها، باش نخليت واحد الجوجات نوريهم ليكم. هكايا كندير فيهم هاد الجوج مرتيلي، والله الا في وقت الفروت كيجي غزال، كيكون فيه انواع مختلفه، كيكون الوان مختلفه. عطى الله ما ديري فيه. دابا راكم كلشي عارفين في هذا الوقت تاع البرد كتكون الخضره يعني راه في الحدود، ما كتبقاش كاع داكشي اللي بغيتي. ايوا هنا معكم وهانتوما معايا، ونتمنى هذا الفيديو عجبكم، ونتمنى نكون كنشرح لكم بطريقه مفهومه، واللي ما فهمنيش يسمح لي ما كنزرب غادي تابعني الخدمه داكشي علاش كان عليا نخلي حتى النهار اللي غنكون جالسه وعاد نديرو. ولكن لقيت راسي اول شحال ما درتش فيديوهات، وعاد هذا طلبوه شحال من واحد ديال اللي صوبي معنا. ايوا درت حيت اليوم يعني ماشي مشكل صوبوا معاكم هما الاولين، ودرتها في البلا كل يدير الطبسي اللي عنده. عندك طبسي طاير ديري، عندك طبسي طويل ديري، عندك بلاطو طاير ديري، بلاطو طويل ديري، كل يكتفي بداك الشيء اللي عنده وعلى بركه الله. شوف اش كيبان هذا الشيء، اوكي خصني نزيد شويه باش يبان. فكرت ان دابا يكون يبان، اوكي دابا كيبان. اللورا غادي نشدو في الوسط ديال هذا البلا، كنحط هاد الزلافه. نتوما ديروا الزلافه اللي عندكم، كتجي على قد هاد الاناناس باش ما يطيحش. وداك التقطع اللي كنت قطعت معاكم ممكن ديروها ديال الدجاج، ديروها بيضه، ديروا نتوما داكشي اللي عجب اللي تيعجبكم. وعلاش قطعتها؟ بلا ان باش ملي غندير فوق منها هاد البلا يعني هاد الزلافه ما تطيحش، لان الا درتو شي وحده تكون كبيره بزاف ولا ما مقطعاش هاد الاناناس مزيان غتوصلوها حتى للطيفان، وصدقوا دايرين باع المحشي ما تطيح عليكم. الو راه من الاحسن قطعوها في الحوا بحال هاد الطريقه، كتقطعيها وديري الزلافه اللي تعرفيها غادي تشد فيها مزيان، وكديري ليها هذه هي هنايا على بركه الله. وداك الليمون اللي كنت قطعت هو هذا، كديري له هكا على هاد الشكل. نتمنى يكون الفيديو باين ليكم ويكون واضح، ونكون كنشرح ليكم مزيان. كيكون ما عنديش الوقت كنكون حتى الهضره كنهضر فيها تالفه. ايوا هاكم معايا تنكملوا كله، شوف كتشد بحال المقابض بحال كتنشر في الحوايج على هاد الشكل. ايوا قبلوا عليا خواتاتي اصحاباتي المشاهدات ديالي، قبلوا عليا وعذروني. وحاجه اخرى بغيت نقول لكم ديال يا ناري يا ناري المانجو، ملي قطعته لقيته قاصح بزاف يعني ما جانيش المانجو. ايوا هاد الليمون على هاد الشكل، وغادي ندوزو نديرو المرحله ديال التزيين على الساعه ونكمل معاكم. وباش ما نوسخش هاد البلا غادي ندير هكا باش ما نوسخوش. غندير هكا وغندير السكر كلاصي على هاد الطريقة. الليمون خاص تنشفوه لان الا ما نشفتوش راه ملي كديروا السكر كلاصي تيفسد. بهذا الشكل دابا غادي نرجعو لبلاصتو، نحيد هذا وخا توسخ ماشي مشكل.
ودابا غادي تبدا مرحله التزيين. مرحله التزيين هاد التفيفيحات اللي كنت صايبت، يعني وحده نديرها هكا وحده هكا، والاناناسات اللي كنصاوبتهم هما اللونين كيجيو يعني في الراس ديال البلا هكا يا بهذا الشكل. خوتا هي غتجي هكا، غنجيب يعني مرة ديري التفاحة بيض البيضة، مرة ديري الحمراء باش يجي مختلف. غنجي هكا وتزين نتوما كل واحد يحط داكشي اللي عجبو في كل بلاصة اللي بغا هو اللي كتريحو اللي كتبان له زوينة. هي بسم الله هي جات البيضة، ندير حداها الحمراء، واللي عندو اللي دار كيوي تا كيوي غيجي غزال، تا كيوي كيجي زوين، أولا كيوي محرومين منه على هاد الشكل. وغندير هاد الرمان هنايا، ندير سهل وحدة ديال الرمان هنا، ندير وحدة ديال الأناناس، يعني كتبقاو تلعبو بيه نتوما حطو داكشي فين ما بغيتو. ندير البعويد باش نفرق البعويد مع، لان هذاك صفر وهذا دار، غندير الليمون على هذا الشكل. ندير الليمون على هذا الشكل، الليمون قطعته شرائح رقاق. لو كون كان وقت كيما قلت لكم، كون كانت وقت الفروت متنوعه ممكن ديروا البطيخ، ديروا كاع داك الفروت اللي كتكون متواجده عندكم ديروها. وهكا يعني كتلعبوا بيه كتختاروا الالوان باش ما يجيوش لون غامق لون بارد لون. اوكي ممكن نديرو حتى هنايا، وهنايا غندير هاد الاناناس، اناناس ندير الرمان، ندير حتى الليمون هذا ماندارين. دوك الخويات كلهم الا كان العنب تخوي في هاد الخويات اللي كتكون ديال الزلافه، تخوي العنب كيجي عامر زوين. خانتني الفروت ماشي وقتها، حتى الصيف نديرو معاكم ان شاء الله ملي يكون كلشي موجود، نعاود نعاودو معاكم نوريكم كاع الخضر الديسير اللي كيكون، نعاودو ليكم ان شاء الله الا بقى العمر. اوكي ما بقى شي خاوية ممكن تحط فيها تزيين. وهذا اللي المنداري اللي درتو كتحطوا عليه هاد باش اللي بغى شي حاجه يهز بها هاد الشكل. تيهش بزاف، هو تيبان لكم هكا ولكن راه ما تيهش بزاف. كيفاش غادي نزيد هكا، ودابا غادي ندير هادو، غندير لهم هكا وهذا غندير ليه هكا، يعني نتوما ديروهم فين ما بغيتو. نقول لكم وانتم كل كي دير البلاصه اللي عجباتكم. نتمنى يكون واضح الفيديو. ندير في التفاح، عرفت ما ندير في التفاحات لان التفاح شويه على هذا الشكل. يجي
تجي بلا واعر 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 الضيفان ولا تيكون عندك ناس وهذه تيجي بلا واعر. دابا كي جاكم بلان نتمنى نكون وضحت لكم مزيان ونتمنى يكون تيبان لكم مزيان. وهادو اللي شايفين هنايا بحال هادو حتى هما ممكن تزينوا بهم لان هادو انا خديتهم باش نديرهم في المانجو ولكن المانجو ملي حليته لقيته ما زوينش غادي نزيدهم هنا على فوق الاناناسات. ثم معايا النهاية ونوريكم. دابا وصلت للمرحلة الأخيرة ديال البلا، ها هو صافي كملته وهذه واللي دزتهم في الأخر لأن لقيت شاط عندي هاد الليمون مقطع يعني فاش نلوح ولا شي حاجه ولا هذه الورا وليت دورته معاه على هذا الشكل جات هو زوين. يعني نتوما ممكن تلعبوا به الطريقه اللي بغيتو، الطريقه اللي بغيتو ممكن تلعبوا به، ديروا الطريقه اللي بغيتو على هذا الشكل. نتمنى يكون عجبكم ونتمنى تكون شرحت لكم مزيان وما نكونش طولت عليكم وما نكونش يعني شي حاجه ما شرحتهاش لكم ولا شي حاجه. غير هو كما قلت لكم يعني لو كون كان في الصيف اللي كتكون ديسير موجود بكثرة انواع واشكال كان غيجي احسن واحسن واحسن، يعني كتكون بزاف ديال كما سبق وقلت لكم بزاف ديال انواع ديال الديسير، هالفريز هادشي اللي يجي العنب انواعه كيكون داكشي زوين غيجي متنوع بزاف، البطيخ ماشي مشكل، الدله حتى هو يتقطي على هاد الشكل طريفات هكا غيجي غزال، ولكن حتى بحال الكايا تيجي زوين بحال تيكون عندك الضيفان ولا شي حاجه، شي حاجه اللي كتحمر الوجه وكتحطي ليه دجاج مقطع دجاج مصايب يعني غادي غير يهزو ياكلو باش بلا ما نمحنو ضيفاننا. ضيفاننا ملي يجيو واخا هما يمحنو لا مالي ماشي مشكل ولكن حنا ما نمحنوهمش. ايوا نتوما والله الا داويه معاكم الليمون طيح راكم عارفين كتكوني تهضري على شي حاجه ديال الليمون. ايوا نتمنى يكون عجبكم. ايوا انا غادي نقول لكم بالسلامه. ايوا ما جاتنيش ندير معكم الفيديو ما تشوفونيش وما نقولش لكم كنبغيكم وكنحماق عليكم كاملين المشاهدين ديالي اللي جداد اللي قدام كاع اللي دخلوا عندي مرحبا بكم على راسي وعينيا. نتمنىكم كلكم تشجعوني وديروا لي الابوني وتقطعوا الجرس باش يبقى يوصلكم اي فيديو درتو ان شاء الله يبقى يوصلكم، ونكون نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وما نكونش طقت عليكم. وهانتوما هاد لليوم درت هاد البلا على حساب طلب المشاهدات، والبارح حتى اللي كنت درت البيتزا عاد غاديه اللوحه حتى هي على حساب طلب واحد الاخوات، انا نتوما طلبوا انا نفذ على راسي وعينيا. يعني انا نتمنى نكون ديما 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 عند حسن الظن ديالكم، ونتمنى هذا البلا يكون عجبكم وتشوفوا فيديو اخر ان شاء الله. كنبغيكم كنحماق عليكم شجعوني وديروا لي الابوني، الابوني ما تنساونيش من ابوني الله يرحم لكم الوالدين. وحاجه اخرى حتى هنا الا بغيتو ترشوه بالسكر كيجي بحال رقيع عليه الثلج، يعني الشجره طايع عليها الثلج، فهنا الا بغيتو بحال هذا السكر تعاودوا ترشوه هنا ثاني كيجي زوين. ايوا هذا البلا في خاطر المشاهدات اللي طلبوه مني وفي خاطر الزوينات في عيونكم. نتمنى لكم هذا البلا بالصحه والراحه وفيديو اخر ان شاء الله.